راني اون بلان برويار الضباب. شوفوا الضباب ما تشوفوا والو. راني في الضباب. الضباب البرويار. راني حتى لابريم. هيا ديدي كاستيكم الكل يا جماعة. راني دخلت في البرويار دركا. هكا بدا يحكي مصور الطريق في البرويار. ما يشوف حتشي. سقسيولي تقولوا لي وين رايح. سقسيولي تقولوا لي وين رايح. نقول لكم رايح نصيد في البرويار. زدت تقريبا 21 كيلو. يمشي واحد 10 كيلو بعد ما نهبط الهبطة هذيك صوب البرويار. يعني 10 كيلو من البرويار. كبير صغير جا هذيك. راني في وسط الضباب تماما. وسط الضباب تماما. الطريق. فوالا. راني مشعل لي زونتي برويار تاعي هنايا وربي يقدر بخير. فوالا. إلى الفيضانات إلى الضباب. راني ماشي تقريبا 40 كيلومتر في الساعة وهي الطريق تاع توصل حتى 100 كيلومتر. نعم 80 100 كيلومتر في الساعة هذي. راكم تشوفوا الأضواء شاعلة تاع السيارات. واحد والثاني معقول. يغامر بعمرو بارتنر. اضرب ليها بدري. شافوا الضباب يا جماعة. Alors Mohamed, nous avons un mot avec plusieurs définitions que vous devez deviner à travers quatre définitions, d'accord? D'accord. Je vais vous donner les définitions et essayer de deviner le mot. C'est un nom masculin, ou un mot masculin, d'accord? Ce mot traduit ou désigne l'incertitude et la perplexité de quelqu'un qui ne sait quelle voie choisir. Attendez, je vais vous donner les autres et réfléchissez en même temps, d'accord? C'est pas la bonne réponse. C'est une gêne ou